تيجي ننزل نشوف الست اللي عنده دي. ده احنا لما نيجي نزوره هنا ما بيقولش كلمتين على بعض، ده لو قال حاجة. أنا من يوم ما سكنت في العمارة دي محدش سمع لنا صوت. وجوه حزينة. ما توقفيش حياتك على حد. نادم تطاردها ذكريات الماضي فمواجهة الحقيقة. مش عايزة أتجوز. لا أنت بنتي ولا أعرفك. مؤلمة. مؤلمة. سابع جار ابتداء من الخميس على قناة أبوظبي.